بلغنا شهر رمضان، والحمد لله الذي أمد في أعمارنا وبلغنا هذه الليلة المباركة الشريفة التي اعتاد المسلمون أن يقوموا ليلها بذكر خالقهم ورازقهم المولى العزيز الجبار. وأصلي وأسلم على الذي أرشدنا ودلنا على رمضان، النور الذي جاءنا بالنور ليخرجنا بإذن الله من الظلمات إلى النور، محمد صلى الله عليه وسلم الذي بذكره تطيب النفوس وتنشرح الصدور. أحبتي في الله، بارك الله لكم في ليلتكم هذه، وبارك لكم في شهركم، وتقبل صومنا وصومكم، إنه الغفور الشكور. وطبتم وطاب ممشاكم، طبتم وطاب ممشاكم وأنار الله وجوهكم وملأ قلوبكم بالرضا. وردكم إلى بيوتاتكم سالمين غانمين، حيث حللتم ضيوفا في مثل هذه الساعة من الليل، والليل هو ليل العارفين، ليل السالكين، ليل الراغبين بالوصول إلى الله تبارك وتعالى. في هذه الساعة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته، ويقول الله سبحانه عز وجل: انظروا ملائكتي عبادي، انظروا ملائكتي عبادي الذين قلتم عنهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد قدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سيكون منهم أنبياء، سيكون منهم أولياء، سيكون منهم دعاة ومصلحون. وانظروا ملائكتي إلى عبادي، قضوا فريضة وقضوا عبادة ودخلوا في عبادة أخرى، يباهي الله بكم ملائكته. فبهذا فليفرح. من أنت ومن أنا ليباهي الله بنا ملائكته؟ إنه الرب الرحيم الغفور، أرحم بك من أمك. كم ترى أمك تتلوى وتتوجع إن أصابك مكروه، وكم ترى أمك تفرح إن مسك خير، اعلم أن الله يفرح لك. ومن ذاق ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من الأم ولدها.
الله أرحم بعباده من الأم بولدها. من أنت ليوالي بك الله الملائكة؟ أنت ذرة في ملكوت الله الفسيح الواسع. أوجدك من عدد، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، حملنا الآباء خفافا وألقونا شهوة، وحملتنا أمهاتنا كرها ووضعتنا كرها، وتكفل الله تبارك وتعالى برعايتنا ورزقنا. الله يضاهي الملائكة لا سيما في مثل هذه الساعة، والرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ينقل لنا صورة وهو يروي لنا عن ربه تبارك وتعالى ويقول: إذا ما قام العبد من الليل ليتوضأ ويصلي لله، ما بدا له ركعتين أربع ركعات، ما بدا له إذا ما قام العبد من الليل ليتوضأ ويصلي أيضا باه الله به ملائكته، فيقول الله للملائكة عن هذا العبد الذي قام من الليل: قال يا ملائكتي انظروا عبدي، ترك لحافه وترك أهله وقام يتملقني. هذا التملق الذي يحبه الله تبارك وتعالى، هذا التملق أن تذل نفسك بين يدي الله، لأننا الأذلاء إلى الله، الفقراء إلى الله. فالله يقول: انظروا يا ملائكتي لعبدي ترك لحافه وترك أهله وقام يتملقني، أشهدكم يا ملائكتي أني قد أفضت بعبدي. أشهدكم، ويشهد الملائكة، وكفى بالله شهيدا، ولكنه يريد أن يذكرهم بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فيشهد الله ملائكته أنه قد غفر لهذا العبد. لذلك يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل، ويقول: لا بد من صلاة بليل ولو كحلب الشاة، لا بد من صلاة بليل ولو كحلب الشاة. حلب الشاة كم يستغرق من الوقت؟ بضع دقائق. لو قمت بين يدي الله كهذا الوقت الذي يستغرق ويقطع لحلب الشاة فقد قمت من الليل، وتكتب من القائمين، وتكتب من الذاكرين. أما أن تنام الليل بطوله ويفوتك الفجر، فمن نام الليل بطوله وفاته الفجر قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: هذا عبد بال الشيطان في أذنيه. لأن العبد إذا ما أوى إلى فراشه يعقد الشيطان على رأس العبد عقد، فإذا ما انتبه من الليل انحلت عقدة، وإذا ما قام فتوضأ انحلت الثانية، وإذا ما وقف بين يدي الله وقام يذكر ويصلي أصبح نشيطا بإذن الله. إذن لا بد من صلاة بليل ولو كحد الشهر، وشرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الغيب، ويبقى مفتقرا محتاجا إلى الله تبارك وتعالى. إذن الله يباهي بعبده الذي يترك لحافه
ويقوم يتملق بين يدي الله سبحانه وتعالى. ثم يقول لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين، إن لله ملائكة سياحين يبحثون عن أهل الذكر، يبحثون عن أهل الذكر، فإذا ما وجدوا بغيتهم تنادوا بينهم أن هلموا، فيجتمعون عند أهل الذكر الذين قاموا يقرؤون كتاب الله ويصلون على رسول الله ويسبحون ويهللون، فتحيط بهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده، وإذا ما عرجت الملائكة من عندهم جعلهم الله وهو العليم. ولكن أيضا يريد أن يذكرهم بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال: ما يسألون؟ قالوا: يا رب يسألون الجنة. قال: هل غروا الجنة؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا لها أشد قلبا. قال: مما يتعوذون؟ قالوا: يا ربنا يتعوذون بك من النار. قال: أرأوا النار؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لعبادي. فتقول الملائكة: يا رب إن معهم فلان، إن معهم فلان لم يكن من أهل الذكر، إنما جاء لحاجة، لم يكن منهم، إنما كان لحاجة، فقال: هم الجلساء لا يشفى بهم الجليل، إكراما لهم أدخله معهم. وهذا أيضا منقبة ومنية عظيمة لأهل الذكر الذين يذكرون الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، ليلة القدر هي ليلة التقدير وليلة التشريف، لذلك يقول الله عنها في كتابه العظيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أنزل أعظم كتاب على أعظم نبي في أعظم شهر في أعظم ليلة، وهي ليلة القدر. فليلة القدر أحبتي في الله مكانتها عظيمة جدا، وهذا من باب رحمة الله بأمة محمد. عندما تجدون أن أعمار الأمة قصيرة، أعمار الأمة قصيرة، فقد ورد في الحديث كما ذكرنا يوم الجمعة أن أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز، قليل من يتجاوز هذا العمر ويصل 80 و90 أو 100، قليل من أمة محمد. لكن الحال الغالب أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 إلى 70، وقليل من يدري. لذلك أكرم الله أمة حبيبه محمد بليلة واحدة
يقتل 1000 شهر، فهذا من باب التكريم، وما أكرمكم ربكم إلا لكرامة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما من خير إلا وبابه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لو تسعى الدنيا وتقطع شوقي عمرك ما تسدد رسول الله ديونه، حتى أنه يوم القيامة يزيد المصطفى ديونه عليكم ديونا يوم أن يشفع لكم الشفاعة العظمى، ثم يوم أن يشفع لأهل الكبائر من أمته، إذ قال لكل نبي دعوة عجل بها في الدنيا. انظر إلى رحمة النبي، كل نبي عنده دعوة عجل بها في الدنيا إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا صدق الله عندما يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، شق له اسمين من أسمائه الحسنى فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رحمته ورحمته أنه خبأ دعوته، يقول خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة من مات لا يدعو مع الله إلها آخر، وهي نائلة من مات لا يدعو مع الله إلها آخر. فإذا ما أردت أن تصيبك شفاعة المصطفى فلا تدعو مع الله إلها آخر، فلا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذا كان الخطاب للنبي فكيف العاصي الأمة والأتباع؟ إذا قال الله لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالكسر وتواضع واخضع لخالقك، واجعل هذه الليلة محطة الانطلاق، واجعل من هذه الليلة محطة الانطلاق لتستأنف حياتك من جديد وتعود إلى ربك تبارك وتعالى بانكسار وخضوع، فأنت عبد فقير ذليل إلى الله تبارك وتعالى. تواضع واخضع وانكسر، فإذا ما انكسرت بين يدي الله جبرك الله ورفعك الله. انظر إلى سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة، فتح مكة وحوله أكثر من 10,000 كلهم يهتدون النبي ينتظرون كلمة من الرسول، كلهم يقع تحت قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى نبيك المتقن، إلى نبيك الذي أعزه الله بعد أن أوذي وطرد وفعل به ما فعل، عندما دخل انظر كيف دخل رسول الله والعز معه والنصر معه. دخل النبي وقد طأطأ رأسه إلى رأس البغلة ولصق بطنه بظهر البغلة تواضعا لله تبارك وتعالى، تواضع لله تبارك وتعالى، طأطأ رأسه وهو المنتصر وحوله 10,000 كلهم ينتظر إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي طأطأ رأسه وألصق بطنه بظهر دابته
تواضعا لله تبارك وتعالى. فالانكسار والتواضع والخضوع يجعل منك عبدا عال رفيع عند الله تبارك وتعالى. عندما عصى آدم ربه أخذ يجري في الجنة، فناداه الله: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء منك يا رب. قال: يا آدم لا تجزع من قولي لك، أخرج منها فإني لك خلقتها، ولكن انزل إلى الدنيا، انزل إلى الأرض وتعلم عبادة الانكسار، ثم تعال إلي أعيدك إليها. يا آدم ذنب تأوي به إلينا خير من طاعة ترائي بها علينا. يا آدم أنين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين. الانكسار والخضوع والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فاخضع وانكسر وعد إلى ربك تبارك وتعالى. اعلم أن ربك لطيف، الله لطيف بعباده، واعلم أن ربك رحيم، اعلم أن ربك رحيم أرحم بك من أمتك، واعلم أن ربك يغفر الذنوب جميعا، اعلم أن ربك يغفر الذنوب جميعا. فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كأن يحدثك الشيطان الآن، كأن تكون اليوم أنت أول يوم تحضر صلاة جماعة وتحضر محاضرة، وقد تكون هذه الليلة الأولى من العمر أنت جالس في مثل هذا الوقت، يحدثك الشيطان ويذكرك بأمور أنت فعلتها، يذكرك بأمور فيقول لك: أنت تريد في مثل هذه الساعة أن يغفر لك الله تلك الأمور الكبيرة والعظائم والقبائح، يريد أن يدخل اليأس والقنوط إلى قلبك، ولكن اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. قال لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. مجرد أن تنكسر وتتوب وتخضع إلى الله وتستحضر ذنوبك وتضع نصب عينيك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض شقايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن أيضا الضابط والشرط أنك لا تدعو مع الله إلها آخر، لأن الله قال في كتابه العزيز حكاية عن عيسى عليه السلام، وقال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تزني عياذا بالله تحت مشيئتك، تسرق، تفعل ما تفعل أنت تحت مشيئة الرحمن، ولكن بشرط أن جناب لا إله إلا الله لم تخدش أبدا. أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أسأل الله المولى العزيز الغفار أن يبارك لي ولكم في هذه الليلة. آمين.
وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها قديمها وحديثها جلها ودقها عمدها وخطأها وأن يتوب علينا ويرحمنا ويرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يعتق رقابنا من النار وأن يعتق رقاب آباءنا وأمهاتنا وموتانا والمسلمين من النار إنه سميع قريب مجيب وهو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم